اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، خلاها سمك النهارده. ولما نقول خلاها سمك النهارده سمع هس، هنعمل النهارده البايله من برشلونه او من مدريد. انا طبعا مدريدي عشان تبقوا عارفين، ورحت برشلونه ورحت مدريد ولفيت اسبانيا شبر شبر. هنعمل النهارده البايله على اصولها، ولكن طلعت نزلت هي هتاخد الطعم المصري لان اللي بيعملها بخفه دم مصريه. مكوناتها قشريات، اذا كان الجندوفلي بلح البحر، اذا كان كابوريا، اذا كان جمبري نوعين، جمبري سويسي لطيف جميل وجمبري لحم. معانا كمان سمك فيليه قشر بياض النهارده هنعمله بالليمون صوص. ولما نقول ليمون صوص او صوص الليمون دي مدرسه، لازم نعمل نسبه وتناسب ما بين عشق المستردة مع الليمون مع الزبده وبشره الليمون عشان يطلع معانا صوص لونه ذهبي كده لطيف وجميل. الحلو النهارده بيتكلم مصر، صينيه الجلاش بالتمر بتاع سينا. بنوجه تحيه كبيره للناس السنويين وشعب سينا وناس سينا الطيبين، والعريش من مزبيرو. هنعمل النهارده صينيه جلاش لطيفه جميله بالعسل والتمر، هتعجبكم ان شاء الله. تفاصيل كتيره في الحلقه، وفيها معلومه وغير معلومه، فيها خبره طهويه بنقدمها من مدريد وبرشلونه، اللي هي البايلا اللي هي هتاخد خفة الدم المصرية، ولكن هي طبعا أكلة جذورها أسبانيا. وهنعرف إيه قصة البايلة دي بالظبط وليه سموها بايلة. ما تيجي نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ويقول لك تظبيط الشغل أهم من الشغل. يعني إيه يا شيف؟ يعني لازم يكون مطبخك رايق، مجهزة الطاسات بتاعتك نظيفة، الخضار بتاعك متقطع وجاهز، المية بتغلى على النار، في حاجات كده صغيرة بتفرق معاك وانت واقفة في المطبخ. رقم واحد بتساعدك في انك تنجزي شغلك، رقم اتنين مش بتخليك تقف في المطبخ كتير، لان انت ممكن تقف في المطبخ ساعتين تلاتة اربعة، في الاخر هتعملي طبق او اتنين هتتعبي شوية، لان المطبخ ده مملكتك، مش احنا بنقف زي الشيف المغازي مثلا ساعة زمن وخلاص، ده انت في المطبخ صبح ليل في اي وقت. البايلا من برشلونه من مدريد هي في الاخر اكله اسبانيه، بواقي الاكل بتحط لها رز وبسله، والبعض بيحط لها برشلونه طماطم، في مدريد ما بيحطولهاش طماطم، افتكاسات كده، ولكن اساسياتها قشريات، كابوريا بلح البحر جندفلي جمبري نوعين قشر ولحم. وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. تتعمل برز مصري ولا بسمتي؟ لا ده ولا ده، هي لها نوع رز كده حبة عريضة معروف، ولكن أنا هعملها النهاردة بالرز البسمتي، أو ممكن تتعمل بالرز المصري حسب الرغبة. المقادير على الشاشة، بلح البحر يتصدر القائمة من القشريات أو عيلة القشريات في البحر، كابوريا استاكوزا بلح البحر أو جندفلي الكابوريا، وعندنا الجمبري. طيب تعالوا نشوف نشتغلها مع بعض ازاي. البايلا من الأكلات اللي بتتقدم في نفس الصينية اللي بنعملها أو في الطبق اللي بنعمله وبتخش الفرن، فتعالوا نشوفوا نعملها ازاي، وكون حريصه ان تكون عندك الصينيه اللي هتقدمي فيها بنفس الشكل. اول حاجه الطاسه عندي بتسخن، بصلايه ناعمه بالشكل ده كده، نسيب البصلايه دي تتحمر تاخد لون، وهي بتتحمر تاخد لون يا عم الشيف بنحط شويه فليفر من البهارات، التوابل، روزماري، ناخد الورق بتاعه ده كده، خلي بالك العروق ما تنزلش، دايما نقطة في الورقة بتاعت الروزماري، أنا بحب الروزماري الأخضر ما بحبش اليابس. لو تستخدمي اليابس معايا اهوت على فكرة، عشان الناس بتسأل على السوشيال ميديا إيه الفرق بين اليابس الناشف والأخضر. أساتذتنا فرسان التلفزيون المصري، ده الروزماري قبل وده بعد، ده عند العطار، ده عند الراجل الفكهاني أو بتاع الخضرة أو بتزرعيه في البلكونة أو في الجنينة. الفرق بين ده وده، ده سريع الطعم، طعمه جميل جدا من الاعشاب اللطيفه الجميله، اما الناشف ده لازم تطحنيه قبل ما تستخدميه، يبقى باودر، عامل زي مثلا الايه الكوبيبه الصيني، عامل زي الورق اللورو، الحاجات التوابل اللي هي المطحونه. بنقلب البصلايه حلو كده مع العود الروزماري الحلو، معايا من الفليفر برضو زعتر بري. خلي بالك اخواننا في برشلونه ومدريد بيعتمدوا على الفليفر والطعم. حلو الكلام، يبقى الاكله كده لازم طعمها يبقى لطيف وجميل واخده حقها في الايه؟ في التوابل. ده عود زعتر بري برضو بتلاقيه عند الراجل بتاع الخضار، مش في اي وقت على فكره.
وزي دايما بقول لك تلاقيه تجيبيه معاك على طول اهو على البصلايه كده، خد الطعم حلو بالشكل ده كده زي الفل. ننزل بشويه التوم الحلوين الطبيعي، البصلايه التوم ما ينزلش مع البصل عشان ده وقت السوى بتاعه غير التوم. حلو زي الفل. معانا مكعب زبده، معانا من الجمبري اللحم شويه بالشكل ده كده، بايل بوايل الاكل، البعض بيحط لها فراخ، لحوم، افخاد الفراخ، صدور فراخ متقطعه بيحطوا لها لحمه. طبعا هي النهارده فيها كل القشريات، ممكن تحطي فيها استاكوزا لو انت حابه، انت كريمه واحنا بنستاهل كرمك. الجمبري ينزل كده زي الفل، بنتبله بالملح والفلفل. معانا الرز البسمتي بتاعنا زي الفل، شويه البهارات الحلوين من البابريكا، كركم. قلبنا الجمبري مع التوابل الحلوه كده اهو، ونسيبه على النار ننساه شويه اهم حاجه. نيجي للرز بقى، البايلا يعني الرز بينزل مع السي فود بتاعنا، فلازم الرز يكون مستوي. بتواجهنا مشكله يا شيف بنلاقي الرز مش مستوي والبايلا او بقيه السي فود مستوي. انا بعمل لك حاجه حلوه هنا كده، معايا حل على النار او طاسه فيها ميه بتغلي، حاطط فيها فص توم، حاطط فيها شويه بهارات، حاطط فيها مكعب زبده، باخد الرز البسماتي بتاعي ده كده واحله. يعني ايه احله؟ بحضره بالشكل ده كده. حلو قوي. ياخدوا غلوه على النار، ده الطبيعي عشان لما اضيفه للسي فود بتاعي ما ياخدش وقت كبير في السوى. وانا واقف كده جنب الجمبري على ما يستوي. زي الفل يا عم الشيف. وادي الجمبري بتاعنا، معايا بلح البحر اللي هو الجندفلي، بنزل بشويه منه كده واخلي شويه ازينها من فوق او اخليها تاخد الشكل الجرنش بتاعها. معايا كابوريا، الكفر بخليه هنا. اسر مرزق يا شيف مغازي والله، الكابوريا مبطرخه من جوه. بقطع الكابوريا كده كمان واحده، نشيل الكفر ده كده. ايه البطروخه الحلوه ده، وننزل بقى هنا كده ونفس القصه هنا كده بالتكنيك العالي ده. لازم نعمل البايلا ونفس القصه كده. الكفر ده انا عايزه بعدين اقول لحضراتكم هنستخدمه ازاي اهو. باخد الكفر ده كده، الاربعه دول بحطهم في الرز خبره طهويه بقى، واسيبهم كده في قلب الرز. هتلاقي الكفر ده بقدره عادل لونه اتغير دلوقتي، هيبقى اللون البرونزي، اللون الذهبي، اللون الفوسفوري، اللون البرتقاني في قلب الرز. شايفيني وانا شغال كده؟ معانا يا عم الشيف شويه جمبري، شيلنا من الجمبري ده يا عم الشيف الظهر بتاعه بالشكل ده كده، ونقلب ونكل ده نسيبهم على النار ونغطيهم وانا شغال كده. دي بتاخد رز قليل جدا، خلي بالك. سؤال حلو جالنا من الكنترول، ممكن نبدل بلح البحر بالجندفلي؟ ممكن، ولكن اخواننا في برشلونه وفي يعني في اسبانيا عندهم طبعا بلح البحر ده بكثره. الجندفلي بتاعنا ده معروف في اسكندريه اللي هي العرايس، ده يحل مكان ده مفيش اي مشكله، مش هيقول لا. النظافه يا شيف مغازي، اول باول كده على النار، بنغطي الحله بتاعتنا شويه ده الطبيعي، ونسيب كل السي فود كده على النار اهو. اخبار الرز ايه؟ هي دي التركايه بقى اهو. شفت الرز هنا؟ شفت الكفر بتاع الكابوريا راح فين؟ عايز انا ده. هناخد الرز ده كده بتاعنا، اللهم صل على النبي اهو.
هناخد الرز ينزل كده، دي البيلة اهي زي الفل. طبعا الله عليك مخرج شاطر بيقول لي ده طبعا دي هتتحط في الفرن، ده اساسي لازم تتحط في الفرن ويتحط معاها سي فود على الوش. دلوقتي هنشوفه دلوقتي لازم تطلع كده منوره. الرز نازل اهو، شفت التكنيك ده كده؟ الرز ده لو حطيته حصى مش هيستوي مع السي فود، هتطلع الصينيه من الفرن هتلاقي الرز ده قاسي مش مستوي. فانا كده حليته تقريبا نص سوا اهو الشكل ده كده اهو، واقلب كده. كلها جمبري، كلها بلح البحر، كلها كابوريا اهو زي ما حضراتكم شايفين. الجمبري عايز ينط من الحله اهو، كمان شويه رز. الله عليك، لسه ما خلصتش. الكفر بتاع الكابوريا نزل معايا، جرنش كده في النص. شفت الشكل ده كده اهو. معانا زعفران، الزعفران البودر اللي احنا عارفينه ده عند اي عطار بيتباع. عندك زعفران اللي هو الشعر مفيش مشكله، مش هيقول لا، ده سعره غالي شويه بالجرام. النظافه يا عم الشيف، بناخد الزعفران بتاعنا ده كده حلو مع شويه ميه. عندي يفضل طبعا تكون ميه سخنه. حلو قوي، بنقلبهم كده بينزلوا على وش الرز كده. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك شويه. حلو، بنسويها كده بالكفر بتاع الكابوريا. ناخد بلح البحر يترص عليها كده. اللي بيروح اسبانيا او مدريد يعني او برشلونه وما ياكلش البايلا يبقى ما عداش على بحور اسبانيا اهو. معانا الجمبري بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. الرصه دي مطلوبه بالشكل ده كده، شفت الجو ده كده اهو. درجه حراره الفرن عندي 140، مش عايز فرن عالي. الجندفلي ده او بلح البحر كده بالشكل ده كده، نشيل دي من هنا علشان نوسع لنفسينا شويه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. نقطف كده ده الزعتر البري. معانا بسله، البعض بيحط لها جزر، انا ما بحبش الجزر معاها. الله عليك وعلى والديك، لازم تكون البسله خضراء. درجه حراره الفرن عندي زي ما قلت لحضراتكم 180، باخدها زي ما هي كده. التركيه بتاعت المغازي بقى جايه في الطريق. حلو، معانا ميه سخنه بالشكل ده كده. ننزل لما ننزل بالميه ننزل كده في جنب واحد اهو. درجه حراره الفرن زي ما قلت لحضراتكم 140، ما تكونش عاليه. باخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وادخلها الفرن. الله، ايه الحلاوه دي؟ مكانها فين بقى؟ هو ده الكلام. حد يقول لي بقى دي مكانها فين في الفرن علشان اهديها له على الهوا. يلا يلا يلا، درجة حرارة الفرن عندي 180، سوري 140. طبعا بأسسها وبحط حاجة حاجز ما بين درجة الحرارة المباشرة بالشكل ده كده اهو. يلا بصي لي عليها بصة كده، البحر بيتكلم مصري من قلب الفرن. بايلا، وتشوف الفرن اهو، طلعها كده عشان الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى.
بايلا فيها قشريات؟ ممكن. عايز تحط بيقول لي ممكن نحط فيها سبيت او كاليماري. هو لو احنا حطينا سبيت او كاليماري مش هتقول حاجه، بس طبعا السبيت والكاليماري مع الموضوع ده مش هيبقى لطيف لانه في السوى قاسي شويه. الله، ناخد الجلاش بتاعنا. صينية الجلاش الجميلة دي كده في قلب الفرن. ايه يلا. عايز اقول حاجة مهمة جدا. ايه يا عم الشيف؟ دي طبعا تطلع من الفرن على طول بألف هنا وشفا. الجرنش بتاعها ممكن نحط شرايح من الليمون او شرايح من البرتقال حسب الرغبة، ولكن يفضل تقديمها في نفس الصينية او في نفس الطاجن اللي بتتعمل فيه. شايفين ازاي القشريات نطة من قلب الصينية.